تعيدنا لكم أصدقائنا. كان هناك سؤال من أحد الأشخاص من أحد الأصدقاء فيما يتعلق بالراديو العادي في جهاز السنس 6، فسنقوم باستعراض الراديو معكم في هذا الشرح الموجز. إذا ذهبنا إلى الوسائط، استطيع أن أغير التردد بالستة والثلاثة إلى الأمام أو إلى الخلف. هذا يعطيك فكرة أصدقائنا عن التصفح في الراديو. أستطيع أن أسدل قائمة الملف. عندنا هنا قائمة ملف، وعندنا قائمة التردد، وعندنا قائمة ضبط تردد القنوات، وعندنا تسجيل. هذه القوائم الخاصة ب الراديو. ونستطيع أن كما قلت أنك يعني من أجل التصفح مرة أو التصفح التردد مرة أخرى، الـ P اللي هي الـ Previous أو الـ N مع اللي هي للـ Next يعني التالي. لو عملنا Next بعد ذلك نضغط على النقطة السادسة، هذا التردد التالي، وهكذا. إذا بالستة والثلاثة نستطيع أن نذهب إلى التالي أو السابق. نستطيع أن نكتب التردد الذي نود إذا أردنا، وهذا هو بالنسبة للراديو في السنس 6. أرجو أن يكون ذلك كافيا لإعطائكم فكرة عن جودة الراديو في أو تطبيق الراديو في السنس 6. شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.